نأتي الآن إلى أخيه الحافظ أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري الإمام الممتحن الذي سجن في سجون عبد الناصر، وبعدين عاد إلى المغرب، عالم فقيه متفنن في العلوم ورجل صالح وذاكر معروف الحافظ نعم أبو الفضل عبد الله بن الصديق أخوه، عنده كتاب لطيف جدا موجود على الشبكة، يمكن حتى أن تقرأوه، اسمه نهاية الأعمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال، أن الأعمال أعمال الأمة المحمدية تعرض على نبي الله في برزخه الشريف، تعرض عليه. هذا عنه في البداية، يقدم له أبو الفيض أخوه في البداية، صفحة 7 نعم، في 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 طبعة صفحة 4 في طبعة صفحة 7 هذه الصفحة 4. قال أبو الفيض: ثم إني استغربت منك، يقول أخي أبي الفضل عبد الله، أعد الحديث أي حديث الحوض الذين يذادون عن حوض رسول الله من المتشابه الذي لا يعلم معناه، مع أننا نجزم اللي ما سمعوش منا 100 مرة قلناه، النبي بيتحدث عن جماعة من أصحابه أيها الإخوة يذادون عن حوضه، فيقول يا رب، أو يقول أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرجعون القهقراء، يعني مرتدين على أعقابهم. في رواية عند مسلم فأقول سحقا سحقا، هذا حديث الحوض، وهو في الصحيحين طبعا في الصحاح في موطأ مالك، نعم، من المتشابه الذي يعلم معناه، مع أننا نجزم بأنه في معاوية وأصحابه ممن حارب الإمام الحق وخرج عليه وفعل الأفاعيل. ولذلك كان الشافعي يقول، لأنه عارفينه في معاوية، لا ألوم أستاذنا مالكا على شيء إلا على ما ذكره من حديث الحوض في الموطأ. وهذه يقول أبو الفيض من هنات الأئمة الأكابر، فإنما حدث به رسول صلى الله عليه وسلم لا يلام أحد على روايته، بل يلام على تركه وتضييعه. والمقصود أن الشافعي فهم أن الحديث في معاوية وأصحابه لا في المرتدين. لو في المرتدين ليش ما يعتب على مالك؟ طبعا لعنة الله على كل المرتدين. لا، لأنه في معاوية وأصحابه، الصحابي وعنده أحاديث وكذا والأخرين. قلت مين عاد الآن؟ أبو الفضل عبد الله بن الصديق صاحب الكتاب صاحب نهاية الآمال. قلت أنا أجزم أيضا بأن حديث الحوض في معاوية وأصحابه. هذا رأيي عبد الله بن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أيضا له الحاوي في الفتاوي، في له طبعة في دار الأنصار في مصر، أنا عندي هذه الطبعة، في الحاوي في الفتاوي الجزء الثالث الصحيفة 32 يقول الحافظ عبد الله بن الصديق: معاوية أسهم في قتل الحسن عليه السلام، لأنه كان يريد أن ينفرد بالملك ويجعله وراثة في بني أمية، وهو من مسلمة الفتح الطلقاء، ومسلمو الفتح نوعان: نوع حسن إسلامه فكان صحابيا فاضلا مثل حكيم ابن حزام وعتاب ابن أسيد، ونوع لم يحسن إسلامه مثل معاوية وأبيه وبصر ابن أرطأ السفاك عامل معاوية على اليمن، وليس كل صحابي فاضلا، بل فيهم منحرفون عن الجادة مثل سمر بن جندب والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وجرير بن عبد الله البجلي، ورئيسهم معاوية الباغي بنص الحديث. أخيرا عن أبي الفضل عبد الله بن الصديق رحمة الله عليه، وقال في كتابه القول المسموع في الهجر المشروع صفحة 14-15: وكان الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يعطون الصحابة أعطياتهم المستحقة لهم في بيت المال، يقسمونها بالعدل مع مراعاة من له يد في الإسلام. سيدنا عمر هذا وعثمان، أو بكر وعلي، لا تسوية، وهي الخطة الصحيحة. فلما جاء معاوية آثر أعوانه بالعطاء وفضلهم على الأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن، فضل جماعة الشام وجماعة الطلقاء على أنصار الله ورسوله، شيء غريب. نعم، واستأثر دونهم. فذكره أبو أيوب بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الأثرة: ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفعلا استؤثر دونهم ليعظ معاوية ويرجع ويتوب، ولكنه لم يرجع، بل استمر على غيه. شوف، استمر على غيه وقال: أنا أول من صدقه. أنا ذكرت لكم الحديث عاد بطوله. قال له: فما أمركم أو بماذا أوصاكم؟ قال: بالصبر. قال له: فاصبروا. وقال له: أنا أول من صدقه. الله يستهزئ يا أخي، كما يقول لك أحد مثلا:
رأيت في المنام مثلا نفترض مثلا يعتب عليك، رأيت في المنام مناوشة بيني وبينك وكأنك بصقت في وجهي، وها قد بصقت في وجهك، صدقت منامك، تسخر وقد بصقت في وجهي، يعاتبك ويقول لك والله رأيت هذا في المنام، أو رأيت مثلا أحد الصالحين يقول لي احذر فلانا فإنه سيبصق في وجهك، يقول لك شوف فأنا صدقته وبصقت في وجهك. شيء عجيب يا أخي، منطق طغياني. وقال أنا أول من صدقه، الله أكبر، بالاستئثار يعني، يعني أنه أول حاكم صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا عمليا، حيث آثر أعوانه بالعطاء. وهذه جرأة قبيحة تؤذن بأنه كان لا يقيم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وزنا. نعم، ما بيهتم، ما بيهتم، قول للرسول ما الرسول، هذه مشكلتك.